لما الدستور موش الوطني الشعبي، ولكني لما وقف الأركان خدناها محلولة باش جيش التحرير يبقى محلول. هذه الخلفية لما زالت في الجزائر تكون دائما مرفوعة الرأس لما يكون عندها جيش بهذا المفهوم الحقيقي، بهذا المفهوم الثوري نوفمبري الحقيقي. وهذا الشيء اللي راهو يعمل فيه يعني مع رئيس الجمهورية، اللي هو رئيس الجمهورية قائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع، ووزير الدفاع. وعلى هذا هو الضمان تاع الجزائر. وعلى هذا الجزائر عندها أعداء كثيرين اللي ظاهرين واللي ماهمش ظاهرين، فيه اللي ظاهر وفيه اللي مخفي، وإحنا واعيين بهذا. وعلى هذا اللي الشيء اللي رانا قايمين به حاليا الدبلوماسية نتاعنا، وشفنا الزيارات والمواقف نتاع الجزائر في المحافل الدولية، في الاتصالات تاع الخارجية نتاعنا مع دول كثيرة من كل الجهات، أوروبا ولا غير أوروبا. والموقف تاع الجزائر في جمعية الأمم في مجلس الأمن، هذا المواقف هذه تجلب الاحترام.